بصحى من النوم بفطر بتغدى بدرس بتعشى بدخل انام نفسي اتمشى اعمل اشي جديد ادخل حق الالغام كل يوم نفس الروتين نفس الروتين نفس الروتين نفسي اصرخ بعلى صوت اي اصبع رجلي شادد علي البوت ايش؟ لا لا ولا شي مش مشكلة روتين بس اخرتك رح تتخرج اصحابك تزقف وبك مبسوط عليك بتفرج ولو طولت الشغل نظيف بده وقت يحب وفرحة نجاحك بتكمل معقول لهب.